السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا في فيديو جديد معاكم احمد خالد. النهاردة جايين نتكلم على نسخة اس ام. مش عارف ايه بصراحة نسخة اس ام، بس هي النسخة يعني شايف الكل مهتم بيها وشايف ناس كتير قوي بتتكلم عنها، فحبيت ان انا اعمل لكم فيديو عنها كده ونشوف النسخة نعمل لها تيست مع بعض. هنبدأ بأول حاجة ندوس على أول واحدة فوق خالص اللي هي البلالين دي. ديت هتدخلنا على الإعدادات بتاعة النسخة، نخش عند الأذونيات ونفعل كل الأذونيات زي ما انا مفعلها بالشكل دوت علشان نبدأ نخش على النسخة وما نفضلش بقى كل شوية ندوس موافقة ومتابعة ومش عارف ايه والكلام ده كله. المهم هندوس هنا موافقه ومتابعه ونكتب الرقم بتاعنا علشان نسجل دخول في النسخه ونشوف لو فيها اي مشاكل او نشوف دنيتها ايه من جواها، علشان انا سامع ان النسخه ديت يعني جميله جدا وبتهنكش وسريعه وبتاع ومش عارف ايه وكلام زي كده كتير. ناس كتير قوي عملت فيديو عن النسخه ديت وبتقول ان هي حلوه جدا وعظمه وبتاع، مع ان النسخه ديت اصلا اصدار 2.20.62، يعني اصدار قديم كمان مش اصدار حديث، بس الناس بتقول ان هي حلوه جدا وناس كتير جدا بتقول ان هي بتشتغل على اغلب التليفونات من اول اندرويد 2.2 اللهم صل على النبي 4.2 حاجه زي كده لحد اندرويد 8 بيتهيألي، ما بتشتغلش على اندرويد 10 بيتهيألي يعني. فالنسخه اللي انا اعرفه عنها ومعلوماتي عنها ان هي سريعه جدا جدا في حاجات كتير. دي كل معلوماتي عن النسخة، ان هي سريعة في حاجات كتير جدا بسرعة. المهم خلينا نجرب كده ان احنا ناخد مثلا الفيروس دوت اللي هو بتاع اللي هو مش فاكر اسمه ايه، بتاع مش عارف ايه الحاكم كده ولا مش عارف، بس هو اسمه غريب جدا بسرعة. المهم خلينا نجرب بس كان احنا نبدأ نرميه من اول وجديد، نشوف هيترمي ازاي ولا هيهنج ولا هيعمل ايه اصلا في النسخة. خلينا نشوف كده. عفوا انا اوقف الفيديو بس علشان اقفل الاشارات بتاعت الواتس ذات نفسه. المهم نرجع تاني نكمل زي ما احنا، ما خدتش اي وقت خالص، قفلت الاشارات بتاعت النسخه بتاعت الواتس الاساسيه بتاعتي علشان طبعا في اشارات كده بتيجي وبترخم عليا الموضوع يعني. المهم دوت اول واحد وصل وتاني واحد على ما اعتقد خلاص يعتبر وصل، بس هي تقيله سنه صغيره قوي في التحرك ما بين الفيروس ده. بس طبعا انا لسه يعتبر ما عدلتش اي حاجه على النسخه، النسخه انا واخدها زي ما هي كده بتعديل غيري وقلت انزلها لكم، بس باذن الله هعدل حاجه في النسخه دوت اللي هتشوفوه في نص الفيديو يعني. ادي الريبلاي، وادي هنا تاني ريبلاي، وهنا تالت ريبلاي زي ما انت ما شايف كده، وهنا رابع ريبلاي. مش عارف اشمعنى دوت اسرع واحد فيهم، بص سريع جدا مع انه هو نفس الفيروس، بس لا هنا صاروخ وهنا بطيء. ما تفهمش ايه المشكله ولا ايه اللي بيحصل، ما تفهمش ده ناقص مثلا والتاني مليان، ما تعرفش، بس هو في مشكله او في حاجه غلط يعني. المهم النسخه ديت من تعديل اندونيسيكا الجوكريان، وانا شايف ان النسخه يعني عظمه. ايه اللي عرفني ان هي من تعديل اندونيسيكا الجوكريان او حتى فيها تعديل او جزء بسيط جدا اللي عامله اندونيسيكا الجوكريان دوت اللي هنعرفه دلوقتي مع بعض واحنا بنصور الفيديو. المهم خلينا نخش كده نجرب مثلا التاسكر بتاع النسخه اللي هي علامه الزائد اللي فوق خالص دي، فيبدا يحط لنا هنا ان هو في كلمه عايزين نكررها، اكتب الكلمه اللي انت عايز تكررها او غيره او غيره. فانا مثلا لو جيت هنا خليتها 10 مرات وبعد كده بعت سند، فيبدا يبعت لي كلمه اندونيسيكا الجوكريان. واظن من هنا كده انت عرفت، انا عرفت منين ان النسخه تعديل اندونيسيكا الجوكريان، صح كده؟ تمام. دلوقتي الريبلاي على النسخه مش تقيل، يعني الريبلاي اللي هو اللي باعت لك الفيروس مش تقيل، انما لو انت اللي باعت الفيروس فهيبقى تقيل، فانت ما ترميش، سيبه هو يرمي وانت اديله ريبلاي على الفيروس بتاعه يعني، فمش هتهنك خالص. بس زي ما انت شايف كده سريعه في موضوع التاسك، وبرده انا هعدل عليها شويه تعديلات كده في وسط الفيديو وانت هتشوفها بنفسك. وخلينا برده نخش نشوف كل حاجه مع بعض. دوت الفيروس اللي هو مش عارف اسمه ايه كده، تيم الملعون، مش حاجه، اسم غريب بصراحه، اسم غريب جدا بصراحه يعني. زي ما انت ما شايف كده، بص انا خرجت ودخلت تاني عشان الفيروس بس يبقى صغير. زي ما انت ما شايف بص سرعه الريبلاي في الفيروس اللي بيتبعت لك، لو طبعا اللي انت بتبعته بيتقل، ما تفهمش ايه المعجزه في الموضوع، بس هي النسخه حلوه يعني. الفيروس دوت برده اللي هو تقيل على اغلبيه النسخ حتى النسخ بتاعتي، فهو حلو جدا ان انت بتقدر تعمل عليه ريبلاي. خلينا نخش تاني بقى هنا مثلا ونشوف، اللهم صل على النبي، ديت بقيه الاعدادات بتاعتها. هنا الاعدادات العامه وهنا اعدادات الحساب. اعذروني بقى لو دخلت على حاجه غلط، طولت هنا شويه، بس انا كنت بصور وانا في الشارع يعني. المهم خلينا برضو نخش نشوف الوضع بتاع الدارك مود، هنلاقي برضو الوضع بتاع الدارك مود موجود برضو في النسخه، الوضع الغامق اهوت زي ما انت ما شايف كده. والوضع الغامق دوت مهم جدا برضو للناس اللي بتبقى عينيها بتتعبها للناس اللي عينيها بتتعبها من السطوع الجامد قوي بتاع النسخه، فاهمني؟ فالوضع بتاع الدارك مود دوت برضو مهم. هنا الاصدار بتاع النسخه زي ما انا ما قلت لك اهوت 2.20.62 زي ما انا ما قلت لك في بدايه الفيديو. خلينا نخش على الاعدادات بتاعت البلس، ممكن تخش عليها من هنا، ديت بتدخلك على الاعدادات العاديه. الناحيه الثانيه خالص علامه النقطه ديت هي اللي بتدخلك على الاعدادات بتاعت البلس، وممكن تخش عن طريق الثلاث نقط اللي موجودين فوق خالص دولت، اول واحده فوق خالص اضافات وخصائص. طب تمام. اخر اعداد تحت خالص دوت برده ليه علاقه بالفيروس والتهنيج وكده، زي ما انت ما شايف كده اول واحده خالص ديت اللي هي الخط بيقول لك هتشتغل قريب، وهنا اعاده التوجيه لاكثر من محادثه،
وهنا قص الفيروس، وهنا زيادة عدد الجروبات، وهنا الرسالة الجماعية أكتر من 1000 شخص. طب تمام، هنا بقى النسخ الاحتياطي والاستعادة. هنعمل باك اب وهنبدأ نخش نحط الملف السرعة بتاعنا علشان نبدأ نجرب مثلا التيست بتاعنا الجميل. خلينا كده نخش نشوف هي موجودة فين، الباك اب بتاعها بيبقى فين. بس انا اللي انا اعرفه او اللي انا متأكد منه ان هي في الملف بتاع الواتساب. خلينا نخش كده ملف الواتساب نفسه اهوت، وهنا موجودة فين؟ يومودز، لا مش عفوا مش يومودز، هي اندونيسيكا باك اب، هي دي اندونيسيكا باك اب. هنمسح كل اللي في الداتا بيس زينا كده، هنحدده كله وهنمسحه، وبعد كده هنرجع تاني نجيب ملف السرعه بتاعنا علشان نركبه مكانه. يعني هنا ملف السرعه ناقص، فهنرجع نضطر نفك الضغط بتاعه. طبعا الموضوع دوت بقى متعب جدا بصراحه يا جدعان، ان انت كل مره ملف السرعه ينقص لوحده، وبعد كده تضطر ان انت تخرجه تاني وترجع تحطه تاني وتعمل استعاده، ومش الموضوع بقى رخم قوي بصراحه. المهم تصوير الفيديو دوت وانا في الشارع والجو شمس جدا بصراحه، فيعني الموضوع يعني مش سهل. يعني لو انا اتلخبطت في اي حاجه عديها، يعني ما تمسكش في كل الكلام كده يا معلم، مش كده يعني، احنا بقالنا مع بعض كتير يعني، ما تمسكليش على الواحد. المهم هندوس هنا نسخ، وبعد كده هنرجع تاني بقى نحط الملف السرعه بتاعنا. طبعا احنا كلنا عارفين ازاي بنضيف ملف السرعه يعني، فمش محتاج ان انا اشرح الجزئيه دي. خلينا في الوقت بتاع الجزئيه ديت نتكلم عن مثلا انا ناوي اعمل ايه الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه باذن الله ناوي ان انا اغير الفكر بتاع القناه، بمعنى اصح اخرج عن حوار المجال ده شويه. يعني ايه اخرج عن حوار المجال ده شويه؟ يعني الفتره الجايه هتلاقي مثلا فيديوهات عن الاندرويد عموما، فيديوهات عن تطبيقات مدفوعه، فيديوهات عن حاجات معينه، وهتلاقي برضو في نفس الوقت المحتوى اللي انت داخل تتفرج عليه او اللي انت بتحبه، اللي هو نسخ مجال ونسخ ما بيتهنكش وملفات سرعه وحاجات زي كده، كل دوت هيبقى موجود. المهم هنا سيبك انت بقى هنا، يعني مع ان ده مش تيست او مش هعمل تيست، بس هوريك برضو هنا السرعه عامله ازاي. كنت هسيبك تتفرج على الفيديو كده مع نفسك، بس انا مش هطول يعني في الريبلاي، هعمل كام ريبلاي كده على السريع علشان ايه نشوف بس سرعه الريبلاي بتاعت النسخه ذات نفسها. زي ما انت ما شايف كده، شايف سرعه التنقل وسرعه الريبلاي. طبعا انا مش مسرع الفيديو، انا بس مسرع صوابعي شويه. هنا نحاول نطلع تاني اهو، ريبلاي ريبلاي كله ريبلاي بيتعمل في ثواني زي ما انت ما شايف كده اهو. فيروس بلايك دوت برضو ريبلاي، كله سريع جدا بسرعه، كله بيتعمل في ثواني وسريع جدا. حتى الفيروس دوت فتحنا الفيروس ذات نفسه زي ما انت ما شايف كده سريع جدا برضو، وهو نفس الفيروس برضو ريبلاي. عملنا ريبلاي على كله وما هنجتش معانا اي حاجه. لو دخلنا هنا بقى عند الكونكت، هنا يا معلم بقى التهنيجه كلها، النسخه بتقرا كونكت، فللاسف النسخه هتهنج زي ما انت ما شايف كده، النسخه مهنجه، وكمان النسخه اتحرقت زي ما موجوده في السكرين قدامك اهوت، النسخه اتحرقت وما رضيتش ان هي تعمل اي حاجه. فانا هضطر ان انا اعدل النسخه واتدخل بنفسي علشان اخلي النسخه ما تهنجش. انا دلوقتي كده يعتبر ان انا عدلت النسخه وخلاص، ما بقتش ما بتهنجش من الكونكت، خلاص النسخه بقت صاروخ في رامي الكونكت كمان زي ما انت ما شايف اهوت. دخلنا تاني على الكونكت والنسخه بقت سريعه جدا. طبعا هنزلها لك وانا معدلها تهنيج من ناحيه الكونكت علشان ما يحصلش معاك نفس اللي حصل وانا بصور الفيديو كده. فالنسخه دلوقتي كده بقت بترمي كونكت عادي جدا وما بتهنجش منه. طبعا دخلت عدلتها تعديل ما يعني خدش مني وقت برده، بس اللي هو يعني ايه كنت حابب ان انا انزلها زي ما هي. انا كده اتدخلت في النسخه، عدلت على تعديل غيري بمعنى صح. طبعا النسخه فيها تذكر بتاع اندريسيكا الجوكريان، وفيها مش عارف اسم اس ام، مع ان انا مش عارف يعني ايه اس ام، ممكن مثلا اسلام سيمو والغطاس مثلا، اللي هو محمود الغطاس واسلام سيمو كده، مش عارف. اندريسيكا الجوكريان المفروض تبقى اي ان مثلا، انا مش عارف بصراحه، انا مش عارف ايه الفكره او ايه المغزى من ان هي تبقى اس ام، اس ام قصدي، فمش عارف بتاعت مين ولا تعديل مين. بس اللي انا عارفه ان الناس كلها بتتكلم عن النسخه دي وعاجبه ناس كتير جدا، فانا حبيت ان انا بس اعدل لكم عليها في موضوع الكونكت ده، لان طبعا النسخه كان فيها مشكله ان هي بتقرا الكونكت فبالتالي بتهنج منها. طب تمام، تعال نخش كده مثلا على فيروس الايفون نشوف كده مثلا النسخه بتستعمل فيروس الايفون ولا لا، لان في نسخ بتتحرق من فيروس الايفون. خلينا كده نتقلب كده او مثلا او نتمشى كده في وسط المكان بتاع الفيروس الايفون زي ما انت ما شايف كده، سريعه جدا جدا في التحرك ما بين فيروس الايفون، يعني حاجه كده عظمه بصراحه. تعالى برده نخش نشوف الاعدادات بتاعه الخصوصيه علشان نسينا ان احنا نذكرها. هنا هي برايفت، الاعدادات بتاعه الخصوصيه كامله. هتلاقي هنا الليدن لاست سين بقى، واخفاء مشاهده الستوري، ومنع حذف الحالات، ومنع حذف الرسائل، وهتلاقي كل الكلام دوت موجود هنا، تقدر ان انت تفعله وتقدر ان انت تتحكم فيه وتقدر ان انت تفعل الخصوصيه كامله. ممكن تخفي بقى اخر ظهور، ممكن تعمل كل اللي انت عايزه، هتلاقيه موجود هنا في الخصوصيه. طب تمام، لحد دلوقتي كده الدنيا انا شايف ان الدنيا تمام جدا، ولحد دلوقتي كده انا شايف ان كل حاجه تمام. النسخه انا شايفها حلوه ومناسبه وبتشتغل على اغلبيه الاجهزه،
وشايف ان لحد دلوقتي كده يبقى الفيديو بتاعنا دوت خلص. لو انت اول مره تشوفني ولو انت اول مره تشوف فيديو ليا، ما تنساش لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس، واشوفكم فيديوهات تانية جايه كتير، والسلام عليكم.